السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نقدم لكم فيه واحد الساندويتش رائع رائع، ساندويتش بمعنى الكلمة. وهذا الساندويتش يمكن لنا نصوبه لوليداتنا في الديور ديالنا، ويمكن لأصحاب السناكات يردوا البال لهذا الساندويتش ويصوبوه، وإن شاء الله غادي يكون في المستوى الرائع ديال الناس، وغادي يكونوا سعداء أنهم يأكلوا عندهم. هذا الساندويتش عبارة إن شاء الله عن لحم، ها هي اللحم ديالنا، هي هذه اللحم هبرة، يعني كنشريو اللحم ديال الهبرة. أش كنديرو اللحم؟ كناخدوها إن شاء الله كنبيتوها في الثلاجة ديالنا، وهي في لصوص. لصوص عبارة عن زيت نباتية، زيت العود، قزبور، شوية تحميرة، الملحة، الإبزار، وشوية سكنجبير، شوية ديال القرفة، ريحة القرفة ماشي بزاف، وشوية ديال الثومة. وكتبات هاد اللحم كنبيتوها إن شاء الله في الثلاجة، كتشرب منها مزيان. وإن شاء الله غادي ناخدو واحد طوا ديال الفران، غادي نستفو فيها اللحم ديالنا بحال هكا، وغادي نخليوها واحد ساعة إلا ربع حتى لساعة في الفران ديالنا باش طيب مزيان. بعد غادي نصوبوها باش نديروها في الكاسكروت ديالنا اللي غادي يكون مرافق مع شويه ديال الفريت، واحد لاصوص رائعه ان شاء الله غادي نوريوها لكم. حتى هي اللحم ديالي ها هو، يعني هبره تكون في تيام اللي كيدخل هاد، وشويه ديال الحامض، راه درنا شويه ديال الحامض ايضا، شويه ديال البصل مكرط، بصل مكرط، عندنا هاد انتو مشتو، هذا غادي يعطينا عدد يعني واحد العدد ديال الكاسكروت لا بأس به. وهنا غادي ناخدو لاصوص ديالنا نديروها ان شاء الله فوق اللحم بحال هكا، وغادي نديوه نديرو ليه يعني بابي الومنيوم، نغلفوه بابي الومنيوم باش نسدو هذاك الهواء لداخل، وان شاء الله طيب لينا اللحم ديالنا مزيان. عاد نخرجوها من الفران. هنا ان شاء الله غادي نقطعو البابي الومنيوم ديالنا، نحاولوا نسدو على اللحم ديالنا مزيان باش داك لافابور ديالها يرجع ليها وتجي طايبه زوينه ان شاء الله. هنا غادي ناخذو الكعيب ديالنا بحال هكا، نحطو طوا، وإن شاء الله ناخدو واحد الكعيب نديرو على طول ديال الطوا ديالنا بحال هكا. وهنا غادي نديرو هادوك جوج كوع أيضا من الفوق بحال هكا باش تشيل يعني مسدودة مزيان، ما يخرجش منها لا فابور، ما يخرج، ما خصوش يخرج لينا. هو هكا غادي نديوه ان شاء الله للفران. لا الالومنيوم ديالنا كاين الفرق ما بينه وبين اللحم، ما كيمسش اللحم نهائيا. دخلنا اللحم ديالنا للفران، الفران درناه في 220 درجه ديال الحراره، 200 درجه حتى ل 220، وان شاء الله وخدمنا الفرفره الفرقه عافيه من التحت ومن الفوق، ونخليه تقريبا 45 حتى 60 دقيقه ان شاء الله، حتى لساعه المكنه.
هنا ان شاء الله كنقليو الفريك ديالنا. الفريك ديالنا ها هي كتجي مقرمشه، كتجي مقرمشه مزيان، كتسمعوها ما كتدخلش الزيت نهائيا، ما خصهاش تدخل الزيت، ما خصهاش تجي مزيته، خصها تجي القشره ديالها مقرمشه باش تجي زوينه. راه عندنا في القناه اللي بغى يقلب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عندنا مطيشه قطعناها حبيبات بحال هكا، يعني قطعناها مرصوات صغار، قطعنا البصل ايضا مرصوات صغار. دائما بحال هاد الشيء نديروا ليه شويه الملحه، غير شويه، ونخلطوها البصل ومطيشه. هادو غادي نخليهم خضرين بحال هكا بدون اضافات، ملحه بوحدها ان شاء الله. بالنسبه الخبز ديالنا غادي نستخدموا هذا النوع ديال الخبز العربي، هو اللي غادي نديرو. ملي غادي يطيب الكاسكروت ديالنا غنديروا اللحم في الوسط ونتنيوه بحال هكا على هذا الشكل، ها نتوما شفتوه. وهنا غادي نديروا حله بالموس، غادي نلوحوا شويه مطيشه، شويه بصله، شويه ديال الصوص، كيجي واحد الكاسكروت رائع ان شاء الله الرحمن الرحيم، كيجي زوين. غادي نوريكم كيفاش غادي نصوبوا هاد يعني لاصوص ديالنا. لاصوص ديالنا عباره عن حليب، ملحه، لي بروفانس يعني الاعشاب ديال لي بروفانس، وعندنا شويه واحد جوج معالق كبار ديال الفورس الابيض، وعندنا شويه ديال البزار الابيض، وعندنا فرماج. عندنا الفرماج هو اللي غادي نخويو في هاد لاصوص ديالنا، كيعطينا هاد الفرماج الاحمر واحد الكو رائع، وهاد الاعشاب ايضا كيعطيونا واحد الكو ايضا رائع في هاد لاصوص ديالنا ان شاء الله. هنا غادي ناخذ واحد المرصو الزبده، مرصو صغير، نديروه ان شاء الله في الكاسرونه. الزبده ديالنا ها هي، خليناها تذوب، نخليوها حتى تذوب شويه وتعطينا داك الريحه ديال النوازيط. عاد يمكن لينا نضيفوا الملحه، ونضيفوا الابزار الابيض، ونضيفوا الاعشاب ديال لي بروفانس. نحطوا هاد الاعشاب ديالنا مع الزبده، شتوها كرجعات هاد لاصوص. صحاب السناكات، بغيتو تديروا شي حاجه زوينه، ها انتم كتشوفوا كلشي قدامكم، ما كنخبيو عليكم حتى حاجه. غادي ناخذوا ان شاء الله لافارين، ها هي جوج معلقات ديال لافارين، غادي نديروهم، غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان. نخليوها تعطينا واحد الرائحه زوينه ان شاء الله. هنا غادي نبداو ان شاء الله نضيفوا الحليب، هانتوما شفتوها دغيا كتجمع. نخلطوا الان، غادي نلوحو الفرماج قبل ما نكملو الحليب. الفرماج ديالنا خصو يذوب مع هادشي، نخليوه يذوب. غادي نضيفو هذاك الحليب اللي بقى لينا بإذن الله. هو الحليب غديرو نسيترو على حساب، نسيترو الا يترو على حساب الكونطيتي اللي بغيتي تصوبو ديال لاصوص.
انا كنصح اصحاب المحلبات ما يصوبوش هاد لاصوص ويجمعوا ويخزنوها ابدا، صوبوا لاصوص باش تخدموا وحيد صافي، الغد ليه صوب عاوتاني لاصوص باش تبقى زوينه في المذاق ديالها. نخليو غير يتجمع شويه، ما تكونش ثقيله هاد لاصوص، ما كنبغيوهاش ثقيله. ندوقها. نزيد لها شويه الملحه، واحد لاصوص رائعه رائعه، ما تشبعوش منها. دوك الاعشاب كيعطيو واحد الكو خطير. هذه 60 صوص بلونش بالاعشاب ديال لي بروفانس بالفرماج يعني الاحمر، كتجي هائله هائله. هانتوما بارك عليها، ما نديروهاش عصيده، ما تجيناش مع الصدى. مرحبا بكم، غادي ناخذ اللحم ديالنا، غادي نقطعوها. غادي نقطعوها، نحشوها مزيان او نفرتوها، المهم قصات تقطع بحال هكا. اللحم طايبه مزيان، ما بغيناش نديرو اللحم كفته، تقدر تصوبوها بالكفته ايضا، تقدر تصوبوها بالدجاج، تقدر تصوبوها بالبيبي اللي بغيتو نتوما. حنا بغينا المرسوة د اللحم يكونوا صحاح بحال هكا. حنا غادي ناخذوا هاد لاصوص ديالنا، غادي نديروها فوق اللحم، نخلطو هاد لاصوص ديالنا مع اللحم مزيان. اللحم ديالنا ها هي موجودة، قطعناها مرسوة، درنا ليها لاصوص ديالها. عندنا هنا لاصوص بلونش بليزيرف ديال لي بروفانس وبالفرماج احمر، عندنا ماتيشا وعندنا البصل. مطيشه بغيناها تدبل لينا تدبل، هذا سر نقوله لكم ان شاء الله، كترشوها بشويه د الملحه كتدبل مطيشه. البصل وكذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ناخذ طويه نديرو بحال هكا، الا بغينا نطويوها يعني كبيره نطويوها كبيره، من الاحسن نديرو لها هذه الطريقه ان شاء الله. انا عجبتني هذه الطريقه، كل واحد يقدر يدير ليه داكشي اللي بغى. هنا غادي نسدو باش تجينا مقاده في السدان. هنا كنحلو هاد الساندويتش ديالنا بحال هكا من الفوق شويه، وغادي نديرو ان شاء الله مطيشه كتبان، وشويه ديال البصل. وهنا غادي ندخلو لاصوص في الساندويتش ديالنا، واحد ثلاثة ديال المعالق ديال لاصوص كيجي بحال هكا. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الساندويتش ديالنا الرائع بالفريت اللحم، شي حاجة طوب. يمكن لنا نستعملوا الكفته الا بغينا، يمكن لنا نستعملوا ايضا اللحم هرشي اللي هي الكفته، او يمكن لنا نقدموا الدجاج البيبي، داكشي اللي بغينا يمكن لنا نخدموه في هذا الكاسكروت. هنا درنا لكم باللحم صحيحه، كنحطوها في الفران كطيب، كنقطعوها ان شاء الله كتجي لذيذه ورائعه، مذاق مختلف مع ديك لاصوص. غير واحدة حاجة نوصيكم بها، دائما رقدوا هذا الشيء في المسام اللي قبل ما تناموا، ديك ال 11 10 الليل تقدروا تصوبوا اللحم ديالكم، ديروه في الصلاديه تعطروه تصوبوه باش يدخل ليه داك النسمه مزيان ويجي بنين ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لصحاب السناك فوالا، هذا الساندويتش جربوه ان شاء الله
غادي تشوفوا النتيجه ديالو مع الناس ومع الكليان ديالكم. سورتو لاصوص بيضاء، هاد لاصوص بالطريقه اللي وريتكم. الفريت دائما الفريت ديالكم ما يكونش فريت هز الزيت، ما يكونش فريت داخل الزيت، فريت خصو يكون مقرمش ويجي زوين. عندكم القلايات ديال الضو وعندكم القلايات ديال سميتو، ملي تقليو فيها الفريت كيجي زوين، غير خصكم تعرفوا كيفاش تقليوه. ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتلقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم.